أهلا وسهلا بكم. الدرس الأول من دورة تعلم لغة التمييز HTML للمبتدئين. في هذا الدرس سوف نعرف ما هي HTML وكيف يمكنني استخدامها. بداية، HTML هي اختصار لـ Hypertext Markup Language، أي لغة ترميز بنصوص تشعبية. تعتبر هذه اللغة اللغة المعيارية والأساسية في تصميم صفحات الويب، فهي تشكل بعناصرها اللبنة الأساسية والعمود الفقري في صفحات الويب. تتألف HTML من عناصر تسمى تاجات، وهي الكلمات المفتاحية والرموز الخاصة التي تؤدي وظيفة معينة. يتم كتابة هذه التاجات ضمن أقواس زاوية على الشكل التالي، تسمى أيضاً Angle Brackets، بحيث يتم ذكر اسم التاج محاطاً بهذه الأقواس. وعادة ما تكون هذه التاجات بشكل أزواج، أي لدي تاج بداية وتاج نهاية وبينهما محتوى قد يستخدمه مطور الويب. من الأمثلة على هذه التاجات لدي تاج الديف، وهو اختصار لديفيجن، استخدمه عندما أريد تعريف قسم معين خاص في صفحة الويب. وأيضا لدي تاج البي، وهو اختصار لباراجراف، استخدمه مع النصوص عندما أعرف قطعة نصية معينة من صفحة الويب. وأيضا التاج الأساسي والرئيسي تاج بودي، وهو التاج الذي يعبر عن محتوى صفحة الويب، وضمنه أذكر كل التاجات التي أريد استخدامها وعرضها للمستخدم. وهناك الكثير الكثير من التاجات الأخرى التي سوف يسهل استخدامها ويسهل التعرف عليها بالممارسة والتطبيق العملي. من جانبه أيضاً، الـ HTML تسمح باستخدام الصور وبتضمين العناصر لزيادة التفاعل والانطباع الإيجابي بين المستخدم وصفحة الويب، وهذا سوف نلاحظه في الدروس اللاحقة عندما نتحدث عن الـ HTML5. أيضاً الـ HTML تصنف على أنها من أدوات الـ Front End Web Development، أي أنها لا تحتاج إلى هوست أو سيرفر أو مخدم لمعالجة المحتوى وإظهار النتائج. يكفي استخدام متصفح أو براوزر لعرض ما تم تكويده ضمن هذه اللغة. هناك سمات إضافية تم إظهارها وعرضها في النسخة الحديثة من HTML، وهي HTML5، لتسهيل عمل المطورين وزيادة التفاعل كما أسلفنا. وأيضا من الجدير بالذكر الاهتمام بالمظهر الخارجي لهذه العناصر، وكما قلنا أنه يتم ذلك باستخدام CSS، ودمج CSS مع تاجات HTML يتم بأشكال عديدة. فالدمج المباشر يتم بإقحام عناصر CSS ضمن تاجات HTML على الشكل التالي. بداية أود أن ننوه إلى أنه كل تاج لديه سمات خاصة تعبر عنه وتميزه عن باقي التاجات. فهنا لدي هذا التاج paragraph يحتوي على اللون الأحمر وله خصيصة إضافية أن موقع النص يكون في الوسط، وشكل آخر يكون بعرض CSS بشكل منفصل وتعريفها بشكل مستقل عن التاجات. فإذا أردت عرضها باستخدام نفس المثال يكون على الشكل التالي. سيتم ذكر أمثلة عملية وسنقوم بالتجريب سوية لزيادة الإيضاح ولتسهيل هذه المفاهيم. وإلى هنا نكون قد أنهينا القسم النظري، وسننتقل للقسم العملي لذكر الأمثلة ولإيضاح المفاهيم التي ذكرناها آنفا. شكرا لكم، وهيا بنا إلى التدريب سوية. الآن للتطبيق العملي سوف أستخدم الموقع التعليمي المشهور W3 Schools. هذا الموقع يوفر دروس عديدة ومختلفة لمختلف لغات البرمجة. على القسم الأيسر كما نرى نشاهد الكود المكتوب بلغة الترميز HTML، وعلى اليمين يظهر لي نتاج معالجة هذا الكود وما يظهر للمستخدم. نبدأ بالشرح
الآن لنلقي نظرة على هذا الكود البسيط. بداية نبدأ بذكر التاج أعلاه، وهذا التاج يشير إلى أن محتوى هذا الملف هو خاص بلغة الترميز HTML. المحتوى يكون مضمن ضمن تاج HTML كما نرى، تاج البداية وتاج النهاية. ضمنه يوجد لدي الرأس والجسد Head and Body. الهيد يحتوي على معلومات مرئية التايتل ومعلومات غير مرئية، وهي التعريفات التي يمكن أن نضيفها والتي تشير إلى تاجات موجودة. سنأخذ بعض الأمثلة للتوضيح. التايتل هو باختصار ما يظهر عند الترويسة كعنوان للصفحة. هنا نشاهد أنه لم يتم وضع التايتل المذكور هنا في ترويسة الصفحة، كون هذه ليست صفحة حقيقية وإنما هي فقط صفحة مضمنة للتعليم. ولكن لنأخذ هذا المثال السريع لنرى الفرق. نفتح على جوجل ونقوم بفتح الكود المضمن ضمنه عند الضغط على زر الأيمن والذهاب إلى Inspect. يظهر لي هنا الكود الخاص بهذه الصفحة. كما قلنا لدي الهيد والبادي ضمن التاج البداية والنهاية للـ HTML. تاج الهيد نفتحه ونرى ضمنه الميتا داتا، وهي داتا غير مرئية ولكن قيمة مضافة يتم استخدامها ضمن جسم صفحة الويب. التايتل هنا نجده جوجل وهو موافق لعنوان الصفحة كما نرى. فإذا عدلنا هذا نرى أنه قد تغير كما نلاحظ هنا، ولكن هذا التغيير فقط ظاهري، وإذا قمنا بتحديث الصفحة عاد الأمر إلى طبيعته. والآن إذا عدنا إلى موقع W3 Schools سنأخذ بعض الأمثلة للتوضيح. كما قلنا التاجات تؤدي وظيفة معينة. لدي هنا في البادي تاج الهيدر وتاج الباراجراف. الهيدر له أنواع، وهنا من النوع الأول وهو الخط العريض الكبير، ولكن إذا غيرنا هذا لرقم 2 وقمنا بمعالجتها سنرى أن النص قد صغر، وإذا أيضا غيرناه إلى الهيدر رقم 3 سوف يصغر بشكل أكبر. نلاحظ أيضا أنه التاجات في الـ HTML لا تتحسس حالة الأحرف، بمعنى أنه إذا كتبت هذا التاج بالكابيتال لتر بالأحرف الكبيرة سوف يفهمه ولن يكون هناك أي مشكلة. هناك تاج مفيد أيضا يساعدني في تنظيم أقسام الصفحة وترتيبها، وهو HR. هذا التاج يوفر لي إمكانية رسم خط على طول صفحة الويب على الشكل التالي. كما قلنا لاستخدام CSS وتعديل المظهر الخارجي للعناصر، إما أن أضمن ذلك ضمن التاج وإما أن أكتبه منفصلا. مثال على التضمين، لنأخذ هذا التاج، أريد تعديل هذا النص ليكون بلون مختلف، لنقل اللون الأزرق حسناً، وأريد أن أضعه في وسط الصفحة. كيف يتم ذلك؟ نأخذ الأتريبيوت السمة style، السمات التي تكلمنا عنها وهي اللون color، لنفترض اللون الأزرق، وأيضاً وأضع فاصلة منقوطة لنهاية هذه السمة والبداية بسمة جديدة. ولتوضع النص استخدم السمة Text Align. والآن إذا قمنا بالرن سنرى أنه تحول إلى الأزرق وأخذ موضع الوسط. وإذا أردت أن أقوم فأعود إلى الشكل السابق للتاج، وفي الهيد كما قلنا
أعرف الميتا داتا وهي تاج الستايل H3 وضمنه ضمن هذه الأقواس المتعرجة أعرف السمات المرغوبة بهذا الشكل. أضغط على Run نفس النتيجة. هذه أحد الاستخدامات للـ CSS ضمن الـ HTML. وهناك استخدام آخر عندما أقوم بتعريف هذا الستايل في ملف مغاير وأقوم بريفرنس له. قد يسأل سائل هذا مفيد ولكن التاجات كثيرة والأتريبيوت الخاصة بها السمات أكثر وقيمها عديدة ومختلفة، فكيف لي أن أحفظ كل هذا؟ هذا ربما صحيح، وكما قلنا بالممارسة والتطبيق العملي تسهل الأمور. وأيضا سأشرح بعض الأمور المفيدة التي قد تسهل من هذه العملية. هذه موقع بسيط أنشأته باسم Lesson 1 وضمنه فقط هذا النص البسيط. الآن إذا ذهبت إلى المحتوى ضغط على الزر الأيمن ورؤية الإنسبكت سنرى هنا الهيد والبادي. الهيد فارغ والبادي فقط يحتوي على هيدر من النوع الأول بعبارة ALH Software. عندما أضغط على التاج أرى أنه هناك سمات مسبقة معرفة ضمنه، وإذا أردت أن أضيف سمات أخرى سأضغط هنا أقول أريد تغيير اللون فقلت Color. كما نرى عند الضغط على بداية الحروف تظهر لي كل السمات المتاحة، وهنا سيساعدني هذا كثيرا في العثور على السمة المناسبة وتجنب الأخطاء الإملائية. فإذا قلت Color ضغط على زر Tab تكتب الكلمة كلها والقيم المتاحة للإسناد أيضا موجودة، وفقط عندما أقوم بسبر الصفحة تظهر لي سلس وجميل اللون. وأيضا أستطيع المربع البسيط وتحديد اللون بشكل مناسب أكثر. فهذه أمور جميلة جدا ويتم عرض القيمة بالنظام الرقمي 16. الآن أستطيع أيضا الصفحة كتابة Lesson 1 لنعدل هنا ونضيف Title Tag إلى أضغط هنا على هذه النقاط وأضغط هنا ونعدل على الهيد تاج وأضيف التايتل. نخرج خارجها لنرى تعديل العنوان كما نلاحظ. هذه هي الملاحظات الأولية التي وأن الأمور ستسهل أكثر كلما تعمقنا وكلما جربنا بأيدينا. من الأمور الجميلة أنه عندما نضغط على التاج نرى تحديده ضمن الصفحة، وأيضا يعطيني معلومات عن الأبعاد العرض والطول وما إلى ذلك. الأمور الخاصة بالدرس الأول، وأيضا لنضيف بعض التاجات الأخرى، فمثلا هنا لنقول paragraph وقلت lesson 1 html html اوكي. سنرى انها ستضاف على الصفحة كما نرى، وايضا strong. سنرى كتابتها بالخط الغامق. هناك الكثير من التاجات التي يتوجب تعلمها، ولكن هذه بداية جميلة للشروع في التعلم، وهذا باختصار درس اليوم. ولكن القسم الأكبر يقع على عاتقك. ما نقوم بتقديمه في الدروس هو رؤوس أقلام وخط بداية. عليك أن تستثمر هذا وتتعلم بنفسك، وكما قلنا تستطيع استخدام المتصفح بشكل مباشر لاستكشاف